السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي. شايفين شكله حلو ازاي؟ جميل جدا ومقرمش واحلى من بره بكتير. نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض الحواوشي. نص كيلو لحمة مفرومة وحطيت عليها حتة لية بشرتها، والتوابل فلفل، ملح اسود، بابريكا، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، وثلاث فصوص ثوم، ومعايا نص كيلو بصل ضربناه في الكبة. انا حطيت جزء من البصل وبعد كده هفركهم مع بعض شوية، هدعكم جامد، وضفت عليهم التوابل زي ما انتوا شايفين، وهعصجها جامد جدا، اخلي البصل يتخلط باللحمة واللية اللي انا بشراها برضو. التوابل بتاعتي هقولكوا تاني، كانت كزبرة وفلفل اسود وكمون وبابريكا والسبع بهارات، وحطيت ثلاث فصوص ثوم. هنا انا خلصت خلاص وحطيت الكميه بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهو. هبتدي بقى اعبي السندوتشات. الكميه اللي انت بتحبيها عبيها، اهم حاجه انك تفرديها وتملي بيها الرغيف كله من جوه. اتكي عليها كده وفردي اللحمه بتاعتك. انا هخلص الكميه اللي معايا وارجع لكم اوريكم عملت كام رغيف. انا هنا سندت على الرخامه احسن، هيتفرد معايا اكتر. انا خلصت الكميه اللي معايا، عملت 10 ترغيفه زي ما انتم شايفين اهو من نص كيلو لحمه. انا هجيب بقى الصاجه بتاعتي هدهنها زيت زي ما انتوا شايفين. بعد كده هرص الحواوشي، بس اضغطي بايديكي كده جامد وهدهن من فوق. كده الصاجة دي خدت مني 4 ترغيفة، هحطها في الفرن، وعندي صاجة تاني اكبر هكمل عليها بقية الحواوشي واحطها في الفرن. وده بقية الحواوشي الصاج التاني، وهحطه في الفرن ونشوفه بقى في الاخر لما يطلع. وكده منظر الحواوشي بتاعي بعد ما طلعته من الفرن. عملت جنبه طرنشات خيار وشيبسي وطحينة، وجبت طبعا بيبسي. الأكلة جميلة وخفيفة جدا وسهلة، ما خدتش معاكي وقت خالص، واللحمة بتاعتي استوت من جوة زي ما انتوا شايفين كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.